في الحقيقة سمير البندر، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعد من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أقدمت الطائرات الإسرائيلية مساء أمس وصولا حتى هذا الصباح بارتكاب عدد من المجازر الإنسانية، كانت معظمها في المناطق الجنوبية تحديدا في المنطقة الوسطى في مخيم النصيرات. أقدمت الطائرات الإسرائيلية بقصف أكثر من 3 صواريخ لشاليه عبارة عن هذا مكان خلق للترفيه. هذا المكان كان مأهول بعدد كبير من السكان وتم استهدافه بواسطة الطائرات الإسرائيلية، واستهداف أيضا مسجد في هذه المنطقة أودى بحياة أكثر من 25 شهيدا، إضافة إلى ذلك عدد كبير من الإصابات جراء هذا الاستهداف، وأيضا استهداف آخر استهدف مناطق متعددة في مدينة خان يونس ومدينة رفح، وأيضا وصولا إلى منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى أيضا تم استهداف مسجد آخر وتحويله إلى ركام، إضافة إلى التوغل والتقدم البري الإسرائيلي الذي ما زالت تشهده محافظة شمال قطاع غزة تحديدا في منطقة مخيم جباليا وأيضا منطقة مشروع بيت لاهي. هذه المناطق ما زالت تتعرض لمزيد من التقدم والتوغل والقصف الإسرائيلي المتواصل على مدار منذ خمسة أيام فأكثر، وأيضا ارتكاب عدد من المجازر الإنسانية واعتقالات لأكثر من 350 شخص تم اعتقالهم تحت إرغام السلاح والتهديد بالقتل ومن ثم اقتيادهم إلى أماكن غير معروفة وأماكن غير مجهولة. وربما تحدثت أخبار هناك أن تم إعدام عدد كبير منهم ميدانيا إضافة إلى اعتقال عدد كبير وهم تحت مصير غير معروف في هذه المحافظة، إضافة إلى بعض الانسحابات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في مدينة غزة شرق حي الشجاعية. هذه المناطق صباح اليوم قد أخلت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي توغلت بريا وقامت بأعمال تجريف لمنطقة سوق الشجاعية وبعض الشوارع العامة في هذا المكان، ومن ثم الانسحاب الجزئي. ربما تكون هناك عملية كر وفر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات القادمة، لكن هو الحال هذه المنطقة حي الشجاعية بالتحديد تشهد انسحابا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الوضع الإنساني الذي ما زال يعاني منه النازحون والأسر المتشردة في مراكز ومدارس الإيواء في محافظة شمال قطاع غزة في مخيم جباليا بالتحديد. هناك مدارس تم إطلاق عدد كبير من الرصاص المباشر باتجاه من يتواجد داخل هذه المدارس، وهم ما زالوا يوجهون نداءات واستغاثات إنسانية للصليب الأحمر وللجهات المختصة بأن تقوم بانتشال جثامين الشهداء وإلحاق ما يمكن إلحاقه من الإصابات التي ما زالت منذ أكثر من يومين وهي بحالة تتجدد من وقت إلى آخر، حالة الإصابات التي تقع نتيجة القصف الإسرائيلي في محافظة شمال قطاع غزة في مخيم جباليا بالتحديد.